خير، انا كثير متوتره. امور طيبه الحمد لله. هاي حبايبي، كيفكم؟ شو الاخبار يا جماعه؟ اليوم احلى يوم بحياتنا الصراحه. اليوم هو يوم خطبتي وانا كثير متوتره، زائد متلبكه، زائد تعبانه، زائد مو نايمه، ما نايمني الاربعاء بالليل امبارح. نوار كثر ما بيحكي ما بيحكي. اليوم هو اليوم المنتظر. اليوم هو اليوم المنتظر يعني فعلا. اليوم رح يصير في كثير شغلات. فانا حاليا موجوده بالحبتور جراند بالجي بي ار بالاوتيل اللي رح اعمل فيه حفله اللي فيه الصاله رح اعمل فيه الخطبه. اوكي، عم شيك على كل الشغلات. فتت شفت الزينه هلا يا جماعه. واو حتخلص. واو والله العظيم. والله يا جماعه بعد مو خلصه والشيء الشغل صراحه. لا مو بس هذا، واو فستاني. اوه اي قصه ثانيه، قصه ثانيه لحال الفستان. وهلا رح بلش روح اعمل الميك اب. اوكي، في هون تجهيزات كثير وضجه حتسمعوا، بس عادي سلكوا اسمعوني انا. اوكي، اليوم هلا حفوت اعمل ميك اب، لازم اخذ صور ولازم اصور فيديوهات. انا رح ارجيهم على القاعه والحفله والاجواء كلها جوا. خليني اروح ورجيهم. يلا يلا. اوكي يا جماعه، نحن جوا الصاله. انتم متخيلين انه هاي صاله خطبتي؟ معي هون الاستاذ محمد ونرمين من شركه ام كي فور ايفنتس. يا جماعه هن رتبوا كل شيء، يعني انا حاليا بدي اشكرهم كثير. ثانك يو كثير كثير كثير، لانه عملوا لي طلبي واحلى، يعني عملوا لي مثل ما بدي بس بطريقتهم الحلوه اللي بتجنن. يعني لو بورجيكم القاعه قبل رح تنصدموا صدمه حياتكم. حجيب لكم فيديو، احط لكم اياه بهالفيديو قبل. قبل وبعد. قبل وبعد تغيير شامل يا جماعه. قلبنا الدنيا قلب صراحه. تعال احكي لهم شوي. اوكي تعال نحكي لهم. استاذ محمد قول لهم هاي الكريستالات سبيشال لمين؟ طبعا هاي الكريستالات يعني سبيشال فور بيسان، هي لاول مره بالامارات بتكون. طبعا خاصه وصلت من الصين، طلبيه خاصه لبيسان. طبعا اشتغلنا كثير على التفاصيل وتعبنا كثير، وبيسان ومحمود اشتغلوا بشكل لا يوصف يعني صراحه. ضغطنا يس اخر. كانت صراحه النتيجه الحلوه، ان شاء الله حتشوفوا الفيديو بعد ما نخلص على الاخير. طبعا لسه في ترتيبات ثانيه ما خلصناها، في مفاجات ثانيه حخليها لبعدين ان شاء الله عشان نحمد. ان شاء الله ان شاء الله. انا كثير مبسوطه كثير مرتاحه. انا ليكو كنت عم اعمل ميك اب دغري اجيت لهون وعم شوف الصاله والله موجوده. جابوني لانه ليكو لسه ما خلصت الميك اب، بس الصراحه واو 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 عن جد ثانك يو كثير. كمان بس نخلص على الاخير وتشوفوا الشغل فاينل. جايز هذا مو اعلان، بس عن جد انا كثير من قلبي من قلبي مبسوطه. لهيك انا اي حدا شاطر بالدنيا بحب ادلكم عليه. وشركه ام كي فور ايفنتس حيكون الرابط تحت بالوصف، شيكوا عليها بتجنن. اي حدا يعمل عرسه خطبته انسوها خلص محلولة. ترتيبات عند كل عند الأستاذ محمد. نرمين طبعا كمان. نرمين ما قصرت. نرمين يلا يا جماعة كملوا الفيديو وحوجيكم كل شيء وراء الكواليس. يا جماعة عم باخذكم معي على كل التفاصيل وكل البيهايند ذا سينز. أول شيء هون عم يتحضر صورنا، عم يتلزقوا على هذا الإطار، وحينحط الإطار هون حتى بالإنترس بالمدخل يشوفوا صورنا. وهدول الوردات، وفي كمان فعاليات كثير بالإنترس. تعالوا شوفوا، في عنا هي الشجرة. هاي الشجرة حيكون في هون ألوان. أوكي، فالألوان حيختاروا المعازيم أي لون بدهم إياه ويبصموا هون على الشجرة، وكل واحد بيكون بصمته على هاي الشجرة. محمود وبيسان 17/5/2024. هاي فعالية. بعدين في هون مراي مشان أحد بده يتمرى لأنه ضبطوا حالكم هيك يعني قبل ما تفوتوا. مظبطكم أنا يا معازيم، مظبطتكم. وعندنا هاي ما بعرف شو هي بصراحة. شو هي؟ اوكي هي مشان ترحيب، يعني عم رحب بالمعازيم. وهون عنا ورشه. تعرف شو يعني ورشه؟ هون حيكون في مثل شو بيسموها، بسكليته، كشكه للورد. ايوه هون كشكه للورد. هون حيكون في طاوله عليها ورود كثير كمان. وهذا الشيء الغريب لاول مره بينعمل هون، حنتصور كلياتنا. حنفوت هيك عادي، افوت ولا بخرب؟ حندخل حنتصور هون. انا المايك معي انظر. وهلا انا رايحه اخلص حالي لانه شكلها الصاله حتخلص قبلي، يعني هاي الفكره. يس نوار، شو رايك بالتجهيزات؟ يلا احكي لنا. والله العظيم حماس، بس الانترس بتجنن. ايه يعني عن جد الانترس بتجنن. ايه واو واو جوا. يلا بسرعه نلحق. يلا يلا يلا.
هلا صرنا جوا القاعة، كثير مبسوطين، كثير متحمسين، خايفة العالم تيجي ونحن جوا والدنيا ولعانة، بس لا لا الحمد لله نحن لسه بالبكير. شوفوا جايز الإضاءة، واو، شوفوا الصالة ما أحلى، كل شيء بيرفكت. يعني أنا كتير كتير حابة وكتير مبسوطة، متحمسة لهاليوم. أنت محمود صراحة كتير متحمس وما توقعت يطلع بهالنتيجة عن جد. واو، شو رأيكم بالفستان؟ بجنة، حلو؟ كتير بجنة. أكثر إنسان عمل لايتنج ساوند سيستم والشاشة اللي شايفينها وراكم، الأستاذ أسامة من باز إيفنتس. وأنا تشرفت كثير يعني اليوم ونشاركت معكم بالخطبة، وكثير فرحانة لكم. كيف الأجواء؟ أنا نحن كثير يعني متحمسين. أنا كثير متحمس اليوم كمان، يعني حس إنه حيكون في مهرجان. يا رب الله يسلمك. عن جد يعني كثير مهرجان وكثير حلو حيكون، هيك إحساسي ما بعرف. يا رب إن شاء الله. أنا إحساسي بوجود عالم وناس شاطرة وشركات كبيرة بهالشغل وبهالمجال، أنا بصراحة كتير كتير متفائلة. أنا يوم من عرفت إنه حتعملوا الخطبة قلت أكيد لازم أشارك معكم. إن شاء الله أكيد أكيد. الله يسلمك. يعني ويكون في عندنا شيء كتير حلو. الله يسلمك على راسي. الإضاءة والسكرين. إضاءة يا جماعة أنتوا لسه ما شفتوا، هي مو إضاءة. كمان. جايز عاملين أشياء بالإضاءة شيء بجنن، يعني ما ألعب لكم هلا بالإضاءة. ولا خلي يلعب بالإضاءة. العب العب بالإضاءة. العب العب. شايفين؟ هاي لسه ولا شيء، يعني هاي لسه في عندنا الشيء الجديد اللي هلا نازل. ايوه رقصة السلو مع الليزر مع السنو مع السنو حتكون. ايوه حتكون متفجرة. هاي الرابط تحت بالوصف يا جماعة، اي حدا حاب يعمل ايفنت ولا عرس ولا اي شيء مالكم غير بالس ايفنتس والاستاذ اسامة. طبعا شكر خاص للاستاذ اسامة. الله يسلمك استاذ اسامة، ثانك يو كثير. والله راح ابكي كثير، كل شيء صار مثل ما بدي والله العظيم. كثير مبسوطة الحمد لله الحمد لله، كنت خايفة من هالنقطة كثير بس هلا ارتحت. بيسو كبرت كبرت صايره مخشوبه. المهم اللي بدي اقول لك انه في اسرار خلاص ما راح نصير نقول قدامك اسرار لانك انت مخشوبه، وانت ما راح نقدر نصير نطلع معاكي عشان انت مخشوبه. ام سوري. مبروك يا اخر حبه. استاذ عباس شو بتحكي كلمه لمحمود وبيسا؟ محمود وبيسان انا من عندي الف الف مبروك ان شاء الله، وان شاء الله نشوف اولادكم وراح يجوا احلى منهم بكثير ان شاء الله. واتمنى لكم احلى حياه في العالم، واحنا بعدنا صغاران ونورس بعدنا ثلاثه بعدنا ان شاء الله من نكبر على 30 يعني ان شاء الله. عقبال لنا ان شاء الله. ممنوع الضحك، هاي خطوبه مو عزاء، لو عزاء نضحك. ممنوع الضحك، تخوز ربوج العالم. عندنا تعليمات. خلاص الف مبروك ان شاء الله. هاي بيسان ومحمود، بدي اقول لكم الف 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 مبروك، بتمنى لكم حياه تكون مليئه بالسعاده، بتمنى اليوم تنبسطوا بيومكم لانه انتم عرسان الليلة. Love you. بيسان ومحمود ألف 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 مبروك، إن شاء الله يعني تقضوا العمر كله مع بعض، وبحبكم كتير ويا من قلب 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 قلبي إن شاء الله ألف مبروك وعبال الأولاد. أعطيها كلمة حلوة؟ كلمة حلوة. الله يديمكم يا باشا، وإن شاء الله هيك يعني نحضر العرس، مش توقفوا، تمام كملوا. أوكي جايز، هذا هو اللوك تبعي، شو رأيكم فيه؟ أنا كتير كتير مبسوطة، عجبني الميك اب، عجبني الشعر، شكرا نبيها وشكرا سيما على هالشعرات والميك اب والفستان بجننوا. بدي أورجيكم لوك ماما، تعي ماما ورجيهم اللوك. الله شو لابسة؟ لا أنا ما فيني دورك والله، صعب الوضع صعب. ماما شو حاسة؟ شو حاسه ماما؟ يا جماعه ماما من الصبح بتقول شو مشاعري متخابطه مترابطه، مو عندي متزايده متزايده. ايوه نسيت الجمله. بس هلا حاليا شو حاسه؟ حاسه انك اميره وبتستاهلي تكوني احلى اميره بالدنيا. الله يخلي لي اياكي ويتمم لك على خير يا رب. الله يسلمك ماما، ويبعد عين كل الحازين عنك. امين. لوك محمود. هذا لوك محمود كمان.
والله انه البدلة شي خيال، بس تعرف شو؟ لا لا بدي اكون صريحة انه بدلة اخي نوار احلى. هذا لوك شو بكون كتير رسميين، نحن بفلوج يوتيوب متوترين كتير رسميين اوفر، اضحكوا امزحوا عادي. جو الصالة الفخامة الشيء اللي عم يصير بحسسك بشيء شيء مرعب، يعني بحسك بالخوف. ايه هو صراحة الرهبة الرهبة. ايوه الرهبة. وانت نور شو حاسس؟ والله انا حاسس انه ان شاء الله يتم كل شيء على خير. عقبالك ابو النور. هلا حنفوت اول شيء. ايوه ايوه بدي اورجيكم خالتي فرح. مزه طالعه، مزه عامله لوك. انت مزه اكيد. حبيت. تعال الله واو. يعني اشوف شو عامله بشعرك والله. اوكي عامله لوك خطير. ثاني بس هي فلتانه حتى فلان. لا بس واو اللون عليكي بجنن، الموديل كتير حلو، حلقاتي عليكي كتير حلوين يعني صراحه. حتى هو الشغل الواحد فضحنا حالنا. بس واو حبيت حبيت حبيت. شكرا ان شاء الله. شكرا. كثير مبسوطه عن جد عن جد. معك المايك تفضلي. بس كثير مبسوطه فيكم، الله يهنيكم وعبال الفرحه الكامله وعبال فرحه نوار كمان. امين يا رب. بالنور. امين. هذه امي شوي ارتاحي. يلا مع السلامه. لا وين الكرسي؟ يا رب. شهيق زفير انا كثير متوتره. أمور طيبة الحمد لله. يلا I think لما نفوت حيروح. أنت متوتر؟ يس. أخيرا لك تكون بسالة شو؟ مرتاح عشان أكون مرتاح. نتيجي؟ دخلت حياتي بوقت كنت بعيد عنك، غيرت رأيي وقلت لسه الناس بخير، وبقيت مهم عندي عارف قد ايه، خلتني احب الحب لا وكمان بلاش، غيرت مشاعري بقيت بحب وعارف احس، قلت عاملني اني بنتك لو غلط وانا وعدت اني ابني عمري ما زعلت. جايز من الشاب مدت. انا كنت بردانه اول شيء وعم برجف من البرد، هلا انسوا خلص اخذنا على الجو ما احسن. اوكي جايز هلا حروح اجهز للوك نمبر 2 وبرجع لكم. Oh!
سعي نجمي على مليون أمرار مليون أمرار فيني حلا حسة وخلاصة نجمي على مليون أمرار اوكي جايز انا باخر الحفله بطل يطلع صوتي صوتي راح بس حبيت لكم انه هالانسان بشكره من كل قلبي يعني سوى لي احلى حفله خطوبه بالعالم محمد من بعدك ما حدا يسوي حفلات عن جد اقسم بالله انك فخم يعني لانك فخم سويت الفخامه والله يس كثير اي لايك ات كثير اللايتنج كل شيء كان حلو اوكي لدينا لا خوف علينا شوفوا الام كي شو بيسوي ام كي فور ايفنتس عن جد ثانك يو كثير شكرا لشركه اللايت بالس ايفنتس كمان ما قصرت اللايتنجز كان بجنن حتى خصوصا هدول تبع الثلجات كانه عمرنا 20 سنه قاعده تحت فاتوره الثلجات كله عليكم ايه احلى بس والله بوردنا ايه يعني شوي تفرفشنا هيك وبس حابه لكم انه ان شاء الله هيك تحسوا بالفرحه اللي انا حاسه فيها يوم ما يكون عندكم خطبه او لانه خلص حسيت انه شيء انا كنت حامله حمل كثير وراح مني الحمد لله التوتر تبعك يا كلنا كنا متوترين اصلا يعني كانه عم يعملوا لي خطبة حدا يعني من عائلتهم والله انا كم سويت اعراس بس اول مره بحس بالمسؤوليه الكبيره هيك والله العظيم حتى انت حسيتي علي قلتي ليش متوتر قلت لك انا بس بتفوت الناس تقعد على طاولات انا برتاح خلص صح انا شفته متوتر لما اشوفه متوتر بتوتر معه يعني اول مره بنسك حفلك كنا متوترين كثير بس بعدين خلص كله صار تمام غنيه الله يريحك اول غنيه وبس بنحبكم كثير 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 مني ومن محمود وشكروا كلياتكم الاستاذ محمد بتمنى توصلوا له كل الدعم اي لاف يو سو ماتش جايز حبكم باي.